دكتور عماد، حنايا من بعد هذه الحصه الشيقه مع الشيف زينة سلوان تكلمنا على الخميره البلديه، وفعلا طريقه روعه باش قدمتها لينا وكيفاش تتهضر. شنو منافع الخميره البلديه خاصه في التجميل؟ شنو منافعها كذلك على الصحه؟ واش الخبز اليوم اللي معجون بالخميره البلديه منافعه للصحه والجهاز الهضمي اكثر؟ اكيد. فإلى درنا على الخميره البلديه، فالاخت زينه استعملت الشعير، استعملت القمح، هادو كلهم مصادر ديال لي بوليساكاريد، يعني السكريات المتنوعه او دوك السكريات المعقده. وهاد لي بوليساكاريد شنو الدور ديالهم؟ اننا ملي كنزيدوا هذاك اللبن، وفاش ركزت الاخت زينه قالت لك اللبن ماشي الحليب، فعندها الحق. علاش؟ لان اللبن فيه لي بيفيدو باكتيري، وهذيك البكتيريا اللي كتكون عندنا في اللبن هي اللي كتعطينا عمليه التخمر، وهي اللي كتفرز لينا دوك الغازات اللي كيعطيونا هاد عمليه التخمر. شنو هي عمليه التخمر؟ عمليه التخمر كتدخل في الطريقه، في داك لو سيكل ايفولوتيف، يعني في داك الطريقه اللي كيتكاثروا فيها هذوك البكتيريا وكيفرزوا هاد المواد هذه. ولكن حنا شنو كنستافدوا؟ ان دوك البكتيريا ملي كيفرزوا لينا هاد المواد ديال التخمر، فاولا من سولتيني اختي سنه قلتي لي واش هاد الخميره البلديه اللي صحيه ولا الاخرى، غنقول لك هذه. علاش؟ لان غادي يدخلوا لينا دوك لي بيفيدوباكتيري للداس ديالنا لداخل. بيفيدوباكتيري اللي هما عباره على بكتيريات نافعه، وبكتيريات نافعه شنو هو الدور ديالهم؟ انهم ما كيضروش الجسم ديالنا، ولكن مادام هم كيتساراو في الجسم ديالنا الا والمناعه ديالنا كتبقى فايقه، والمناعه ديالنا كتقوى، والمناعه كتبقى ديما رده البال. إذا ملي كتدخل شي بكتيريا اللي غادر الدات، ولا غادخل شي جسم اللي غادر الدات ديالنا، كيلقاه واجد. علاش؟ حيت هاد لي بيفيدوباكتيري كيترينيو بالمناعه ديالنا. هذا من جهه، ومن جهه اخرى ان الجمال ديال البشره، كنعرفوا ان دائما كنهضر لكم على الازوت، كنهضر لكم على المكون ديال الازوت والمزايا ديالو على البشره، والمزايا ديالو على المرونه، المزايا ديالو على النضاره، المزايا ديالو على الليونه ديال البشره ديالنا. فهاد الازوت، هاد البكتيريا هادي كتفرزوا لينا، ومنين كتفرز لنا هاد الازوت كتخلي البشره ديالنا كتستافد منه، وكتبقى البشره محافظه على النضاره ديالها. طريقه تقولوا لي كيفاش غادي نستعملوا هاد الخميره البلديه؟ كاين بزاف ديال الطرق، غنعطيكم انا اسهل طريقه. غادي نديروا واحد الماسك بالبروتينات. هاد الماسك شنو غتاخذوا فيه؟ غتاخذوا فيه معلقه صغيره ديال هاد الخميره البلديه، غتاخذوا فيه جوج معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي. اذا معلقه صغيره ديال الخميره البلديه، جوج معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي، ونص معلقه صغيره ديال اللبن دافي، باش نزيدو نقويو من هاد البكتيريا اللي كاينه في الخميره البلديه. تخلطوا هاد المكونات، ديروها ماسك على البشره ديالكم، تخليوها مده ديال نص ساعه وتغسلوها، ديروها حتى لاربعه ديال المرات في اليوم، فهو عفوا اربعه ديال المرات في الاسبوع. مزيان هادي، حتى اربعه ديال المرات في اليوم ما غاديش يضر، حتى اربعه ديال المرات في الاسبوع، وداوموا عليه. منها كتعطي نظر، نعم كتعطي نظاره، يعني شنو الخميره البلديه كتصفي البشره من الشوائب، كتنقيها، كترجع لها المرونه، وكتوازن لنا حتى الميلانوسي، حتى الميلانين، يعني الماده. يعني مثلا السيدات اللي كيتشكاو من انه اللون ديال وجههم مخطوف، كيف كنقولوا بهذه العباره بالدارجه ديالنا، او اللون ديال الوجه شاحب، نعم، او السيده بحال الا كيبان عليها ديما متعوبه، هذه الوصفه الخميره أكيد البلديه اكيد غترجع لها السر، غترجع لها النظاره السر 100%. وتستعملوها حتى الماكياج، حتى الا كان شي حضور ولا شي حاجه تستعملوها. واش هي عندها ان في ليفتينغ؟ واش كتجبد ايضا البشره، شد البشره؟ كتجبد البشره، وكتوازن التلوين ديال البشره، وكتنظف البشره، يعني حتى الا كانوا فيها الحبوب كتحيد. مزيانه صالحه زعما لمده طويله، ولكن واش بغيت نعرف واش صحيه ولا لا؟ نعم. سؤال مهم. اكيد. هذه كديريها غير للعجينه الخبز، ما كديرهاش للوصفات التجميل؟ لا اختي، انا اول مره كنسمع بان الخميره البلديه كتليق للتجميل. نعم، شكرا على هذا السؤال هذا، وانا غادي نشرحوا علاش الخميره البلديه كتصلح للتجميل، لان السؤال تطرح بزاف، وكذلك وكتسولك واش الطريقه اللي قالت لنا صحيه ايضا. انا نعم. كدير تخمرها براس ديال الثومه. نعم، فإلا درت فيها راس ديال الثومه غادي تكون صحيه اكثر. علاش؟ لان الثومه فيها الجرمانيوم اللي كتعتبر مضاد حيوي طبيعي، راه كاين في الثومه وكاين في البصله. نعم. اذن طريقه سليمه. وكذلك انها منين هذيك الخميره البلديه توجد تنضج، ضروري انك تدخليها للثلاجه، ولكن الثلاجه ما تكونش عاوتاني بارده بزاف، دخليها للثلاجه باش تبقى محافظه عليها. ولكن علاش الخميره البلديه كنستعملوها للتجميل؟ وعلاش كذلك ملي كنت كنعطي اللبن؟ بزاف ديال الناس كيتسالوا، كيقول لك واش اللبن علاش كيتعطى للتجميل؟ جوج حوايج، لان اللبن والخميره البلديه فيهم بكتيريا البيفيدوباكتيري، هاد البكتيريا نافعه للداس ديالنا. هاد البكتيريا شنو كدير؟ كتفرز لنا واحد الازوت
طبيعي هذا الازوت كيدخل لينا مع البشره ديالنا ومع المسام وكيمشي كينقيها داير بحال هز الماء والكراطه وكيسيق الداس ديالنا من اي حاجه كيكون فيها اي ميكروب واي ماده كتكون سامه في البشره ديالنا كيحيدها وكيخرجها لينا هذا الازوت. داكشي باش الخميره البلديه او اللبن يعني المواد المخمره الطبيعيه كتعطينا واحد النضاره وكتعطينا واحد الفائده كبيره للبشره ديالنا.